الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير، أهلا وسهلا، السلام عليكم، تحية كريمة. هيا نستمع كلاما عربيا لرفع المستوى تعلم لغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوم أمامكم هنا لألقي إليكم كلاما عربيا تحت الموضوع حول المدرسة. أيها المستمعون الكرام، المدرسة هي مؤسسة نظامية اجتماعية تربوية أنشأتها الحكومة أو المجتمع للعمل على تربية الأفراد وإعدادهم في إطار معين من البرامج والمناهج المحددة. وفي المدرسة أماكن معينة، ومنها الإدارة والفصول والمطعم وغيرها. وفي هذا اليوم أريد أن أتكلم عن أربعة منها فقط. أولاً الإدارة. هيا هيا إلى الإدارة، فيها المدير للمدرسة. هيا هيا إلى الإدارة لإجراء العملية الرسمية. يعمل المدير المدرسة في الإدارة، وهو القائد التربوي الذي يشرف على تحقيق الأهداف التربوية، ويمثل النظام والأخلاق والشخصية القوية، ويقود المعلمين والطلاب. ويعمل في الإدارة أيضا مساعد المدير والكاتب المدرسة لمساعدة المدير في إجراء العملية الرسمية للمدرسة. إن الإدارة تلعب دورا هاما في نجاح المدرسة، لأنها تجمع العمليات التي تقوم بها هيئة المدرسة بقصد تهيئة الجو الصالح الذي تتم فيه العملية التربوية والتعليمية بما يحقق السياسة التعليمية وأهدافها. الحاضرون والحاضرات. ثانياً الفصل. هيا نتجه إلى الفصل. الفصل هي مكان خاص للتعليم والتعلم في المدرسة، وهناك كثير من الفصول في المدرسة من السنة الأولى إلى السنة السادسة. وفي فترة المرسومة بتقبيل الحركات بسبب مرض كوفيد-19 درسنا في المنازل والبيوت، ونتعلم بجد واجتهاد، لأن قال الحكماء: من جد وجد، ومن زرع حصد. قال الله تعالى في سورة المجادلة آية 11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. الحمد لله والشكر لله، إن الفصل مهم للدراسة. الحمد لله والشكر لله، أحب الدراسة في المدرسة. المشاهدون والمشاهدات. ثالثاً الملعب. الملعب المدرسة هي ساحة اللعب والرياضي، نتعلم التربية الجسمانية ونمارس الرياضة في الملعب. الرياضة سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رواه مسلم. إذن
باسم السليم. المستمعون الأعزاء، رابعا المكتبة. نحن الآن في المكتبة، ممنوع الكلام، ممنوع الأكل، ممنوع الشرب. المكتبة هي مجموعة من الكتب وغيرها من المواد التي تحفظ من أجل المطالعة والدراسة والاسترشاد، فهي مكان لقراءة الكتب والمجلات والجرائد. فعلينا أن نقرأ الكتاب خصوصا في المكتبة، لأن فيها مجموعة من الكتب والمواد الأخرى المختلفة. القراءة مفتاح العلوم، القراءة أساس النجاح. المستمعون الكرام، وخلاصة القول، إن في المدرسة كثير من الأماكن المخصوصة للدراسة، ومنها الإدارة والفصل والملعب والمكتبة وغيرها. فعلينا أن نتعلم بالجد والجهد في المدرسة، كما قال الإمام الشافعي: أخي لن تنال، أخي لن تنال، أخي لن تنال علما إلا بستة، إلا بستة، إلا بستة: ذكاء وحرص واصطبار، ذكاء وحرص واصطبار، وبلغة 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 وبلغة، وإرشاد أستاذ، وإرشاد أستاذ، وطول الزمان. وأخيرا، وبالله التوفيق وهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.